السلام عليكم، اخباركم حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هبدا اقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النهارده جولتنا اليوم جوله سريعه كده في محل النظارات في الكويت، وادي شكل النظارات. تعالوا بقى نشوف الماركات ونشوف الاسعار. دي ماركه ريبان، وادي الموديلات بتاعتها اهي، وفي رجالي وفي نسائي وفي نظارات طبيه، ودي ماركه توم فورد. والأسعار بتبدأ من تتراوح يعني ما بين 30 و50 دينار وفوق كمان. وادي شكل النظارات اهي، واللي جنبها دي اسمها ماركت بوليس، وادي الستايلات بتاعتها اهي. وادي شكل المحل، وهنا في نظارات طبية، في نظارات أطفالي، بصوا كده. وادي أشكال تانية اهي، ولو عجبتكم الجولة ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل لكي يصلكم كل ما هو جديد في قناتي. وانتظروني في جولة جديدة من يوميات بسمة صفرة في الغربة، والسلام عليكم.